طيب هذا يعني بسم الله بداية التسجيل. بداية التسجيل أوكي بسم الله. أمامنا هذا الشارت اللي نشوفه اللي هو للبيتكوين. طبعا الكثير ولاحظ أن التحليل يتجه إلى 4 ساعات ساعتين ويبدأ يقرأ الموجة ويضع ترقيمة لها ويقول لك هنا 1 2 لا هذه والله ممكن تكون فلات، هذه ممكن اي هذه ممكن تكون فلات وهذه اي بي سي وهنا في اي بي سي اكيد 1 2 هذه كلها 3 وهذه 4 وهذه 5 اوكي. وفجأة تتفاجأ ان الامور لم تسير حسب ما انت كنت متوقع وراسمه. العملية سهلة جدا ترى، على فكرة العملية سهلة جدا من ناحية ان ابتعدوا عن التعقيد، لا تعقد الشارت ولا تدخل في التفاصيل الصغيرة هذه وهي ممكن تكون سهلة جدا عليك. ولكي تسهل الموضوع على نفسك خليني أوريكم شغلة بس هذه راح تساعدكم تنتبهون ولا تصير المسألة هذه كعقدة لكم. والله صعبة ما فهمناها ما ندري وش صاير يا أخي، بدأت تصعب الأمور. كل الأمور اللي جاية إذا لاحظتوا أنها بدأت تصعب تعامل معها مثل ما راح أوريكم الآن. أرسلت لكم في الجدول اللي عندكم الموجات وأنواعها وش اللي ممكن يكون متواجد فيها، صح ولا لا؟ في كل موجة. لذلك عند الترقيم بتشوف حركات صعود ونزول وغيره وهذا ورايح وجاي ومدري يسوي غيره وتقول يا الله وش هاللخبطة هذه كلها. وهنا نفس الشيء راح تشوف حركات وسم هنا رايح وراجع وغيره وانت ماشي الشارت كله يتحرك بالشكل هذا ولا لا؟ أمام وقيعان وموجات متداخلة أحيانا ما نعرف. فأنت روح تبحث لي عن أقول لك الموجة الفلات، هل يعقل أن الموجة الفلات راح تجدها هنا الموقع هذا؟ مستحيل مستحيل أبويا، مستحيل إلا في جزئية منها وراح نجي للجزئية. فلذلك لا تعقد على نفسك الشارت وتقعد تنظر لكل الشارت، احنا عارفين بالضبط وين تجي الفلات مثل ما احنا عارفين بالضبط وين تجي الزقزاق. يعني اشوف كل هذا واقول يا الله هذه كلها اعتقد ان الزقزاق هنا. ليه يا اخي ليه؟ 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 العملية اسهل من كده. العملية هي عبارة عن موجة صاعدة موجة هابطة ولا لا؟ موجة صاعدة موجة هابطة موجة صاعدة موجة هابطة موجة صاعدة. وأسهل ما في الترقيم هذا إنه عبارة عن 5 موجات، 3 في اتجاه الصاعد موجتين في اتجاه الهابط. فإذا بحثك أنت راح يكون مقتصر على إيش بالضبط؟ برافو إيمان برافو إيمان برافو في التصحيح. خلاص انا ما علي من الشارت كله هذا اللي صاير هنا، ما هو شغلي انا. في موجه تصحيحيه راح اركز على انماط التصحيح في الموجات هذه فقط لا غير، ولا ادخل في تشويش بكل هالموجات اللي قبل هذه ما لي دخل فيها، ما تهمني. انا اللي ابحث عنه فقط هو في المنطقه، في منطقه محدده هنا هذه وهذه. طيب لما نجي الموجات هذه اللي أمامها كيف أتعامل معها؟ عندنا نقاط فنية اثنين واربعة، نعم اثنين واربعة. عندنا نقاط فنية، وش النقاط الفنية المفروض أني ما أكون في موجات تصحيحية أني أنظر لها مثل ما أنظر الموجة الدافعة؟ النقاط الفنية اللي لازم انتبه لها مستويات فايبو، مستويات فايبو مهمة.
القنوات السعرية مهمة، الفوليوم أحجام التداول مهمة، ولو إنما راح نتحدث عنها بعدين أحجام التداول، لكن المؤشرات مهمة، وأنا لاحظ حتى إلى الآن ما إحنا جالسين نستخدم مؤشرات. لذلك أهم أدوات المتوفرة لدي الآن في هذه المرحلة قنوات السعرية ومستويات فايبو فقط، ولا لا؟ في هذه المرحلة أنا أقول. صح ولا لا؟ طيب لما أجي أنا في حيرة الآن. ليه حيرة؟ بشيل هذا كله. ابتدت الموجة عندي بالشكل هذا. جيت السهم ولقيته ضرب في المنطقة هذه وثم بدأ يتحرك. أبدأ أحسب حسابي راح يكون مبني على إيش؟ خمس موجات، لأن خمس موجات هي بناء وأساس كل موجة. كل موجة راح تلقاها موجود فيها الزجزاج راح يبدأ بخمسة، اللي ما أدري حتى المثلثات A B فيها A B C تبدأ بخمسة أيضا، حتى الفلات عداء غير فلات، احنا نتكلم عن الموجة الدافعة فتبدأ بخمسة الموجة هذه، لو كانت تصحيحية هذا غير، راح يتبين لنا طبعا أثناء حركتها ومسارها. كيف راح يتبين لي؟ بمعنى أن لو يجني في المنطقة هذه أنا راح أتتبعها الآن، لو كانت موجة تصحيحية كيف راح أكتشف أنها موجة تصحيحية؟ كيف راح أعرف أنها موجة تصحيحية؟ بكل بساطة قاعدة نعرفها كلنا، جيت السهم نازل ومستمر في نزول أيا كانت الموجة هذه، ارتد. التحليل الكلاسيكي هو اللي نلجأ له بعد الله سبحانه وتعالى لكي نقرر هل هذه موجة دافعة ولا لا. إذا وصل المنطقة هذه وعاود للنزول هنا وتوقف عند المنطقة هذه، كويس، هل أدخل؟ لا طبعا، اللي أبي أثبته أن الموجة هذه دافعة وليست صحية أن ما تكسر لي القاع هذا، لو كسرت القاع هذا أنا سوري ما لا زالت هي تصحيحية، ولذلك المفروض تكون لي قاعين صاعدين في البداية بدأت تتحرك في الشكل هذا. ثاني قاعدة عندي أنا هنا، ثاني قاعدة كلاسيكية أنه بدأ يرتد، أوكي نظري راح يكون على القمة هذه، القمة هذه مجرد تجاوزها أوكي كويس، بدأ يعطيني الآن صعود في الموجة هذه، راح يشكل لك قاع ثم يصعد لك في الموجة الثالثة وثم يهبط في الرابعة وثم يواصل في الخامسة. الآن حكمي على الموجة هذه من البداية راح أرجع بالعكس، أن موجة واحد ليست موجة تداول يا أخوان، موجة واحد هي موجة تأسيس، ارتد نزل صعد وقف. إيش اللي ممكن أسويه في المرحلة هذه؟ بالضبط، هي الأساس الموجة. شو اللي ممكن أسويه الآن بسرعة في المنطقة هذه؟ ثلاث أشياء. أولا من يوم ما ارتد وكون لقاء صاعد ومؤشراتي تدعم القرار هذا، قناة السعرية، هذا أول خطوة راح تسويها، صح ولا لا؟ نعم ممتاز. أول شيء في تداولاتكم الآن راح تمسك القناة السعرية وترسمها. ثاني شيء رسمت القناة السعرية، الخطوة التالية إلى كم نسبة كم ارتدت الموجة هذه نزلت هنا،
61 78.6 او حاده ولا لا؟ صح ولا لا؟ وصلت الى 61 78، خلاص عرفنا انها موجه حاده. اذا اول ما اتناول السهم لازم اعرف الان في الخطوات هذه، راح ارجع شوي من جديد. ها سهمي ده ينزل، الله اعلم وش هالموجه هذه، ما ادري. كلاسيكيا انا اقول، مو موجيا، كلاسيكيا فجاه وقف عند المنطقه هذه، ما كسر القاع هذا. انا هنا لا اتصرف ولا ادخل ولا اسوي شيء، اتفرج فقط. موجه واحده هي موجه تاسيس، ما هي موجه تداول مضاربه، الا المحترفين هم اللي يدخلون في الموجات هذه، الموجات هذه. وهذه مخاطره. ليه مخاطره؟ لان القاعده تقول اذا جيت تضارب، تضارب مع نفس الاتجاه، فاذا الاتجاه نازل انت تستهدف الضلع هذا، الضلع هذا، الضلع هذا، لا تضارب عكس الاتجاه يا اخي. غلطان يا معاني البحر على قولتهم، انت قاعد تناطح جبل. وهل يسوى عليك انك تدخل في موجه قصيره مثل هذه علشان ربح ضئيل فيه مخاطره عاليه، ممكن تخسرك دبل المبلغ اللي داخل فيه، في حين ان الموجه هذه كلها راح تعطيك دبل؟ طبعا في اسواق، في سوق الثاسي ما عندنا الشراء باتجاه الهابط، لكن في الاسواق الامريكيه وفي الاوبشن وغيره والعملات نقدر نشتري شورت ولا البوت، ندخل بصفقه من هنا ونراهن على انها راح ينزل الى هنا ونربح كل هالمبلغ ده. السوق السعودي ما فيه، ما عندك الا الاتجاه هذا فقط. طيب نزل الان، توقف عند المنطقه هذه، لو واصل وكسر لي القاع هذا، هذا معناته ايش؟ معناته اني لازلت في موجه صحيه، ما ادخل. لو وقف عند هذه واعطاني ارتداد، هل ادخل هنا؟ لا ما ادخل هنا. في اول منطقه دخول هو تجاوز قمه البي، لما تكون هنا، لو كانت هذه زقزاق اي بي سي، اول قمه صغيره هذه تجاوز قمه البي، هنا اشاره دام اعطاني قاعين صاعدين، تجاوز قمه البي هذه اشاره، اول اشاره دخول، ولكن وقف خساره وبقوه عند المنطقه هذه، لانه ممكن فجاه يعكس عليك لو ما حسبتها صح. ولذلك الدخول الامن هو تجاوز القمه السابقه لهنا. ليه؟ على اساس انه يعطيني الان تحول في اتجاه الموجه من الاتجاه الهابط الى الاتجاه الصاعد. وقلنا عند المنطقه هذه حتى قبل ما يجتاز المنطقه هذه، طالما تاسس عندي السهم وقف على اساس، والاساس اللي احتاجه هو وش بالضبط؟ مثلث. عند تشكل المثلث هذا خلاص، اول خطوه تسويها الان، اول خطوه قناتك السعريه، خلاص هذه اول خطوه لازم تسويها. ثاني خطوه ابي اشوف النزول، هل هذا حاد ولا بسيط؟ اقيس فايبو، نزل الى 61.8 حاد، معناته اشاره مستقبليه تقول لي ايش بالضبط. لما اعرف ان هذا حاد، وش اللي الاشاره اللي جالس استلمها انا من الموجه هذه الان؟ هل اخترق الار بي؟ ما اعرف المصطلحات ار بي، ما ار بي هذه مصطلحات برايس اكشن ما غيره، مختصرات ريزيستنس بوينت، يمكن قصدها منطقه مقاومه. هذه الاشاره اللي اخذها بان هذا لما وصل الى 61.8 78.6 88، اهم شيء انه ما كسر القاع هذا وارتد، نظره مستقبليه الى الامام، بانه انا في احد الموجتين الان، يا اما انها زقزاق ستصل نسبه 100% من الضلع هذا الى هنا، لكن اذا وصلت لهنا وتجاوزت، ايش معناها؟ اذا تجاوزت القناه معناته داخلي بموجه دافعه. نعم قد تكون هذه الموجه الثالثه المربحه القويه. لذلك عند المنطقه هذه المتوقع وغالبا انه يخترق ويعمل ريتست في الموجه الاولى من الثالثه، ثم ينطلق في اقوى موجه
لموجة الهوامير، الناس الكبار اللي يربحون صح ضربات ينطلق إلى المستوى هذا. أنا من يوم سوالي الحركة هذه الآن هنا قبل ما ينطلق، شو المفروض أسوي؟ عطتني إشارة أنه ممكن تكون دافع، صح ولا لا؟ شو اللي ممكن أسويه الآن؟ الخطوة اللي بعدها. أبو محمد سعد، الشرط غير واضح. هي أدري أنا لأني أشوف تعليقات، هذا هو. ألو باين؟ واضح؟ لا إلى الآن مو واضح. الإخوان أنت إذا تتابع من جوال يمكن عشان كذا الإخوان يقولون واضح. إذا مو واضح عندك يمكن تحتاج إنك تطلع وتدخل ثانية. واضح يا إخوان ولا لا؟ هذا الشارت. ترتب رياض ما نشوف شارت. هذا هو. إي واضح 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 الشارت. واضح. أيوه الآن واضح طالعك. إي أنا أشيله على أساس إني أقرأ التعليقات. وارجع والله انا مع الجوال صراحه الحين يخدمني مالك من الجوال اللي يعمل لك لاج. طيب ثاني خطوه مفروض الان الى معطاني اختراق، وش المطلوب اني اسوي هنا؟ وش المطلوب اني اسوي؟ لا يا يعقوب مو قناه سعريه، مشاعل ار اس اي، محمد فايبو، قياس هدف الموجه اربعه، فايبو خولة صحيح كلكم قلتوا فايبو. إلى الآن أقول هذا مع السلامة انتهينا منه، راح أقيس بسرعة، راح أخذ الإكستنشن أضرب هنا أضرب هنا وأرجع للموجة هذه وأنتظر أي نسبة بالضبط. هدف الموجة الثالثة 161.8، نعم 161.8، انتظر على طول النسبة هذه انه راح يجيب لي هذه، وممكن يتجاوز ويروح لهنا وممكن يتجاوز ويروح لهنا. هنا نعد خماسي، خلاص المفروض يكون عد بسيط هنا لان خمس موجات بالنظر وبالقناة راح تكتشفها انت ايضا لو رسمت قناة. طيب السؤال اللي كنت اسألكم يا من شوي، كيف تساعدني الموجة اثنين؟ موجة اثنين اوريدي من البداية قاعدة تقول لي يا سعد ترى الموجة اربعة راح تكون ايش؟ اكزاكتلي exactly. بيكون في تبادل، اذا كانت هذه حادة 161.8 معناته المتوقع في الموجة اللي جاية هذه، واذا كانت هذه حادة والحادة وش قلنا؟ عائلة الزجزاج. إذا كانت هذه حادة وصلت، كيف نعرف إنها حادة؟ وصلت إلى 61 وتجاوز، بل تجاوزت 61. إذا مقدما أنا أعرف بأن بعد تحقق هدف الموجة الرابعة وبدأ يجني هنا ومؤشراتي بدأت تعطيني إشارة إن في جني أرباح جاي، على طول أعكس الفايبو الى فوق واخذ النسب هذه. ليه؟ لان 38 ستكون موجة عرضية، قد تكون زجزاج، مو زجزاج قلنا احنا التبادل، اذا كان هنا زجزاج معناته هنا راح تصير يا فلات بالشكل هذا بالشكل هذا فلات، او ممكن تكون مثلث او تكون اي انماط الموجات العرضية خلاف الفلات خلاف الزجزاج، صح ولا لا؟ فلات خولة صح، يعقوب رابعة او مثلثية صحيح. اذا التبادل ما يصير هنا زجزاج وهنا زجزاج، إذا جت هذه فلات ممتاز وصلت إلى نسبة 38، هذه نسبتها لأن هذه 61 راح تصير هذه 38 23.6، في حالات تصل إلى 50 ما نقول ما ننفيها. لاحظوا أنا في بعض الأشياء اللي بقول لكم إياها ويجب أن تنتبهون لها،
هذه إرشادات وليست قواعد. ما هي قاعدة؟ القاعدة هناك ثلاث قواعد فقط ثابتة لا تتغير، أما البقية هي إرشادات. يعني الفلات والله تجي إلى 161.8، لا ممكن تلقاها 261.8، ممكن الشارتات لحظية صغيرة ممكن تلقاها واصلة إلى 300 و360. المهم إنه ما حصل تداخل، لكن كقاعدة هذه كيف أحسب إن موجتي هذه انتهت؟ أمد هذا راح تشوفه يتوافق معه، الموجة الرابعة راح تجي تقريبا قريب، إذا ما ضربت فيه راح تكون قريبة منه عند نسبة الفايبو. أيضا حد القناة هذه ممكن أحيانا تنتهي قبلها، مو شرط يعني، هذا إرشادات فقط، لكن تيجي عند المنطقة هذه. الآن وش اللي ممكن أسويه الآن بعدها؟ وش اللي ممكن أسويه بعد ما تعرفت أنها والله الموجة الرابعة وصلت إلى المنطقة هذه؟ بوادر قد تتغير الآن غير، نعم أنا قلنا عندنا مثلث ولا لا؟ مثلث الارتكاز حقنا، المثلث حقنا الآن أصبح كبير خلاص من يوم أثبتت هذه، بل بالأحرى ما صار مثلث، صار عندنا إيه؟ نمط مستطيل، ضلع هنا وضلع هنا والأضلاع الطويلة هذه على الجنب، يعني كأننا جينا وقفلنا على الموجات هذه وحطيناها داخل صندوق بالشكل هذا، لأن تكونت الأربع أضلاع الآن، الأربع أضلاع تشكلت أمامي. واضح إلى الآن؟ السؤال إذا انتهت قبل الموجة 2 بشوي هل تعتبر رننج؟ إذا انتهت إيش؟ خولة ما إذا السؤال إذا انتهت قبل الموجة 2 يعني النزول بموجة 4 انتهى قبل الموجة 2 بشوي؟ الموجة 4 والسؤال هو هذه، لو جت ونزلت هنا وضربت قبل ما توصل مع الموجة 2، مع العلم أني أذكر التداخل يحسب بين الموجة 4 و 1 ما علينا من 2، علينا من 1 قمة 1، هذا هو التداخل. ليه؟ لأن لاحظ إلى المنطقة هذه ما في تداخل، لكن لو البي أتت expanded flat ممكن نلقاها هنا، ممكن تتداخل معها. فإذا التداخل اللي ما نبيه هو أن الأربعة ما تتداخل مع واحد، مع هذه مو مع اثنين، فمسموح خاصة على الشارتات اللحظية ممكن نجد نزول إلى المستويات هذه. القاعدة تقول لك لا يسمح تداخل، مسموح لها النزول إلى أي نقطة إلى قبل ملامسة المنطقة هذه، لكن لا نشوه الرسم، بمعنى أني أشوف عندي موجة 4 مثلا هنا 4 وهذه 5، ويجي البعض يروح يا شفت بعض التحليلات تلقى 5 مكتملة لكن راح حسبها 3 وهذه صارت موجة نازلة إلى هنا، قال هذه كلها 4، هل يعقل هذه 4؟ هل يعقل يا ناس هذه 4؟ نوعي يا أخي، يعني فيها يعني بالنظر الموجة ما تمشي، فلا تقول لي هذه كلها 4 كذا، أقول لك لا يا أخي لا أنت في حساباتك فيها غلط. الله ما ذكر من ذكرني بخير إذني. طيب إذن النزول المنطقة هذه الآن
اتضح لي ان هذه ممكن تكون رابعه، مؤشراتي اعطتني ارتداد غيره، ايش المفروض اسوي عند المنطقه هذه؟ خلاص اقفل الصندوق، قاع واحد ما احتاجه، قمه واحد، قمه ثلاثه، قاع اثنين. هذول على فكره كان اقدر ابني عليهم من قبل، والموج الرابعه نازله، اقدر ابني عليهم بالشكل هذا، لان الموج الرابعه قد تصل الى هنا مثلا وترتد. كان ممكن ابني على هذه القناه اللي مرتكزه على ثلاث نقاط او محاور، اللي قمه واحد، قاع اثنين، قمه ثلاثه. دام هذول الثلاثه تحققوا، كان عندي هنا بالضبط نفس المثلث اللي رسمناه في المنطقه هذه، كأني أخذته وقلبته من هنا. أضلاع أو زوايا المثلث هذا دام تشكلت عندي، فأنا أقدر أرسم قناتي على قمة واحد، قاع اثنين، قمة ثلاثة. ليه أحسب قاع أربعة؟ طيب وش أسوي نفس الوقت؟ نفس الوقت يعني أضرب الجهة هذه هنا اللي قد تعطيني، وفي الأحرى ستجد أن الموجة الأولى من الثالثة اللي قد تكون بالشكل هذا هنا، والثانية من الثالثة مثلا، هي اللي راح تجيب لك المنطقة هذه لو حسبتها من هنا. الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هي راح تحدد لك أيضا هدف الرابعة عند المنطقة دي. وصلنا إلى المنطقة هذه، أعطاني إشارة ارتداد، اللي باقي خلاص سهل، موجات دافعة سهلة. إذا تبقى موجة أخيرة خامسة، والخامسة وش قلنا؟ دافعة. القاعدة تقول إذا صارت الثالثة هي أطول موجة ممتدة، يعني ممتدة، إذا هذه طولها طول الخامسة هو نفس طول طول الخامسة، نفس طول هذه، يعني آخذ هذه ووديها هنا وأقول خلاص هذه الخامسة، بمعنى أن الخامسة تتجه من هنا وتضرب المنطقة هذه وتنتهي. وش الطريقة الثانية أتأكد منها نهاية الخامسة؟ المؤشرات، وراح نشوفها بعدين. دور الأولى صح، المؤشرات، وأهمها الأدوات أيضا، أهم الأدوات اللي هي الإكستنشن، عشان أحدد الخامسة بدقة، أضرب من قاع واحد رايح إلى قمة ثلاثة، نازل إلى قاع أربعة، وأستهدف إيش؟ أول منطقة راح أستهدفها هي 61.8 اللي ممكن تضرب القناة هذه هنا بالشكل هذا. طيب احيانا تتشكل عندي ارسم القناه وتشكل عندي الرابعه تنتهي عند المنطقه هذه، واجي ارسمها كذا، ولما تشكل الرابعه نرسم على قاع الرابعه ايضا، وممكن لو رسمنا قاع الرابعه ممكن تجد الثالثه هنا. خارج القناة بمسافة بعيدة كذا، ثم ارتدت إلى هنا المناطق هذه، وهذه من إشارات أن في امتداد في الموجة الخامسة، امتداد قوي حصل بالموجة الثالثة عفوا. فمسموح، تقدر خلي الموجة الثالثة ما عليك منها، أن تقدر ترسم من قمة واحد إلى 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 قاعة اثنين إلى قاعة أربعة، يعطيك أيضا خمسة هنا. وفي طريقة أخرى أنك أيضا مثل اللي تدبل القناة، أي أنك تسحب على نفس الخط هذا وتقول أبعد مدى ممكن أشوف فيه موجة خامسة هو، وحطه فوق الثالثة هنا، كأني كبرت قناتي، يعني ممكن أشوف الخامسة مثلا تروح إلى منطقة الترند هذا حق اللي فوق القمة اللي مشى على قمة الثالثة. طبعا أنا رسمة يد أس كذا ما تزبط معي، لكن كفكرة أرجو أنها تكون وصلتكم، يعني واضحة إلى الآن بكل سهولة. الآن تعاملت أنا مع الموجة الأمامية، وراح نشوف كيف نتعامل معها على شارت فعلي.
الآن أعطوني بس دقيقة بوقف تسجيل دقيقة بس. الآن أنت الآن تشارك شاشتك أنا. طيب أوكي أنا أبيها مشاركة أصلاً. طيب لما نتكلم عن تناول الشارت اللي أمامنا بغض النظر عن موجة الفلات ما فلات، أنا أتكلم عن الشارت كيف نتناولها، لأن شايف بعض الأخطاء مستمرة. ونصيحة تبعوا اللي راح أقول لكم إياه لأنه مهم. الجزئية راح تقوم فيها أنت، هذه خاصة فيك أنت، ما يعرض على الشاشة هي الجزئية الأخيرة من الشارت اللي أصلاً أنت رقمته، فتيجي على الشارت وتحط لهم آخر جزء وتقول هذه الموجة كذا وهذه الموجة كذا، وهذا أغلب المحللين يشوفونهم ماشيين بالطريقة هذه. فتلاقيه مراجع الدرس ومحلل السهم كله من بياناته كلها وعارفه بأي موجة، فلا تعتقدون ان هذا جاء حطه كذا، لا، بس ما معناته ان كلهم، لا، في ناس تهور. انا شايف ناس يجي يمسك لك يفتح الشارت يقول يلا يا شباب نضارب على السهم هذا، يلا هذه 1 2 3 4 5 خلاص الحين عندنا اي بي سي. طيب ايش تراك انها اي بي سي؟ طيب ممكن 1 2 3 4 5 اخرى، يمكن هذه نهايه فلات، يمكن هذه 1 ثم صعود في 2 ثم نزول في 3 تخسف بالعالم وتوديهم داهيه، وتقول له يعني عجيب غريب. لبعض الاخوان الله يهديهم لما يحلون يتركون الناس، يوهمون الناس، يخلون الناس يعتقدون انهم هم دارسين الموضوع صح وهم كل تهور، طبعا لانه مو فلوسهم، مو من جيبهم، مو هامه. طبعا القاعده لما اجي دائما اروح دائما للفريم الكبير الشهري، شوف الصوره كيف الان وضحت، يا سلام، حركة واضحة أمامي الآن، أنا جالس أقدر أقرأ الشارت بشكل مريح وأعرف أنا بأي موجة موجود. على الأقل على الأقل في الشارت الشهري أنا عارف الموجة هذه اللي هنا وش طبيعتها، صح ولا لا؟ واضحة لكم الموجة اللي هنا؟ طيب الجيران عندهم سامري، ما أدري غالي برا، مو مهم. الآن وضحت الصورة أمامي، الصورة أمامي تقول لي 1 2 3 4 5، يجي التفصيل الآن الموجة هذه، هل هذه، انتبهوا الكلام بقول، هل هذه 1 2 3 4 5، إن رايحين بالخمسة فوق يعني، أو تقول لي لا والله يا سعد لحظة شوي، أنا أشوف هذه كلها كأن هنا، نكبر شوي، أنا شايف أن هنا 1 وهنا 2 سواء هنا أو هنا 2 وهذه 3 وهذه 4 وهذه 5، هذه من إيش بالضبط؟ 5 موجات من إيش بالضبط هذه؟ خمس موجات من ايش؟ سؤالي من ايش؟ معناتها ان اشوف الخطا يرتكبونه الكثير، يبدا التحليل من هنا ويقول خلاص انتهت في تصحيح. انت ليه ما قرأت الموجه هذه؟ هذا ليه تجاهلتها؟ هذه الاساس، هذه القاعده، ما قلنا السهم لازم ياسس، هل السهم اسس هنا ولا من هنا؟ هذا ادنى قاع في الموجه هذه اللي ارتد منه. والمقصود ان بعد الترند الهابط هذا اللي هنا ارتد السهم وتم تجاوز القمه هذه، وتم تجاوز القمه هذه اللي هنا، يوم ما تم تجاوزها معناتها ان هذه انا داخل في 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 موجه جديده، واشارتها مثل ما قلنا من شوي ان معطيني قاعين صاعدين ولا لا، قاعين صاعدين. طيب وايش بعد يا سعد؟ قمة هنا تم تجاوزها. طيب اذا ما اقتنعت في ذيك هذه وش رايك فيها بعد؟ تم تجاوزها. ادخل ولا ما ادخل هنا؟
ادخل من هنا، ادخل بالمضمون ان شاء الله، لان انا موجه دافعه. هذا اللي نشوفها الخمس موجات قد تكون، احنا ما قلنا كل موجه دافعه بوسطها خمسه ولا لا؟ يعني هنا خمسه وهنا خمسه والخامسه فيها خمسه. اذا كان هذه خمسه وهذه تصحيحيه، اذا هذه وش هي؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ولا لا؟ هاي الثالثه، معناتها بيجيك البيتكوين بعدها في رابعه. وقلنا التصحيح في الرابعه قد يهبط فيه الى ادنى مستويات الموجه. دائما التصحيح وين ينتهي؟ عند ادنى مستويات او مناطق او مستويات الموجه الرابعه من الضلع اللي قبله. هذا الضلع اللي قبله هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، شفت الاربعه ذي؟ خمسه. ادنى مستوياتها وين؟ هنا. ولذلك 35 34 غير، ثم يعود يتجاوز القمه هذه وقد يتجه الى 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 160 140 نحسبها بعدين. فقد تكون هذه الموجه هي الموجه الثالثه الداخليه، صح ولا لا؟ طيب جينا الان. طيب انا ابي اتاكد من الامور. واضح ان هذه حاده، شوفوا وين وصلت، وقمتها هابطه، يعني مو على نفس المستوى عشان اقول انها فلات، بمعنى انها لو جت بالشكل هذا A ثم B على الى نفس المستوى او اعلى منه شوي ثم C، وش بقول عن هذه؟ اي من نوع الموجات اللي شفته بالشكل هذا، ان البي رجعت لنفس قمه الواحد مره ثانيه، او يمكن تجاوزتها قليلا او عند قمتها بالضبط، ثم عاودت النزول. نعم فلات، لان الفلات قلنا احنا الفلات هي اللي تعطيك الفلات هي اللي تشكل لك حرف مشابه للام، قمتين جنب بعض الاتجاه الصاعد، او دبليو الاتجاه الهابط، قاعين متقاربين وقد يكون واحد اعلى من الثاني كذا شوي. لما اشوف هذه مجرد النظر، هل شايف هذه قريبه من القمه دي؟ ايضا باخذها بابسط اشكالها A B C. سؤالي، هل يحتاج اني انا ادخل في تفاصيلها الداخليه من الشكل اللي شايفينه امامكم؟ هل يحتاج اروح اقرا داخلها هذه فيها خمسه هنا ثلاثه هنا؟ ما يحتاج. ان شاء الله اللي تكون W X Y A B C ايا كان، هي موجه تصحيحيه، صح ولا لا؟ نتفق انها موجه تصحيحيه ولا لا؟ ممتاز. يعني حتى لو كنت انا ما افهم بالموجه التصحيحيه، ضعيف فيها، عندي مشكله فيها، وش المطلوب مني اسويها الان هنا؟ وش المطلوب اسويه؟ انا ماني فاهم، ادخل على فريمات صغيره الاقي لخبطه، ماني عارف شو اسوي يا ربي. دقيقه خلنا نروح. انا جيت هنا حولت من شهري رحت الى يومي، مع ان التدرج صحيح انك تروح من شهري الى اسبوعي ثم اسبوعي الى يومي. جيت الى هنا، شوف كيف الموجه صارت الان كبيره ملخبطه، موجاتها يا كثرها. وهذه موجات داخليه، جيت الموجه هذه، يلا تفضل. هذه امامك الان، مكبر. هل انت في اختبار في اكاديميه او شركه إليوت ويف انترناشونال عشان تاخذ شهاده محلل موجي او مضارب؟ انت مضارب ولا لا؟ قوله صح، فايبو. نعم مضارب، مستثمر، ايا كان. وش اللي سويته معكم في البدايه؟ انا وش القاعده، شو نسوي؟ قلنا برافو، نتأكد بقاعين صاعدين، نعم في قمة تم اختراقها، هذا يكون أفضل بعد. القناة سعرية، خلاص
أنا عذرا على الكلمة بقريح، ما يهمني أنا وش نوع الموجة، أنا جاي أسهل لكم الموضوع، ما يهمني هذه وش بالضبط، خلاص هذه ها برسم من هنا لهنا إلى القاعدة وانتظر، تم كسرها بشوي يحق لها الكسر إلى نسبة 161.8 يمكن. طيب وش اللي بيساعدني أكثر؟ وش أسوي بعدها هنا؟ بالضبط، خذ البساطة، أنا جاي اليوم بقول لكم الموضوع هذا، لا تعقدونها ولا تدخلون لي بتفاصيل الداخلية، ما بيها ولا حد يبيها دي. أنت مضارب كيف تتعامل مع السهم؟ خلاص جيت لهنا A B وين هدف السي؟ لاحظ المفروض أنها تكون 100%، والتبادل بين موجة الزجزاج الحدة بين أضلاعها واضح، هذا ضلع مايل الـ A، إذا نتوقع أن السي يكون حاد، ولو كان الـ A هو حاد نتوقع أن السي هو يكون ماخذ ميول. لاحظ هنا وصل إلى 78.6 وهو نسبة مقبولة، وقلنا المنقطعة الزجزاج تصل إلى 61، هذا عداها بعد. إلى وين ممكن يروح؟ إلى هنا، إلى 100% ممكن يصل. يجيني الحين أحد الإخوان يقول طيب ممكن تكون هذه فلات؟ واللي يرحم والديك، واللي يرحم والديك، كانت فلات ولا ما كانت بناسبها بتزوجها أنا؟ إيش عليه منها؟ خلاص ما لي دخل فيها، تكون اللي تكون الموجة هذه، ناخذها بشكل بسيط، تكون اللي تكون، تبي تتأكد على عيني وراسي نتأكد، ليه لا؟ نتأكد، نيجي من هنا إلى الموجة A، هذه تراجعت وصلت إلى مستوى 50، 50 لا يليق بأنها تكون موجة فلات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ خولة تقول صح، نعم. طيب تبي يعني أعطيك جائزة وأقول لك خلاص والله أنت تحققت أنه مو موجة فلات، وش استفدت؟ ما استفدت من كلام هذا الشيء، خله ما أحتاجه، ما أحتاجه، هي فلات، هي زجزة، هي موجة تصحيحية، انتهينا، جايين نسهل الموضوع. اللي يهمني أنا كثير عند النقطة هذه ما هو نوع الموجة، لكن اللي يهمني هذا من القاعة اللي صعدت من هنا، قلنا الخطوات اللي سويناها في البداية، نقيس قمة واحد اللي وين صححت 88.6، أي تصحيح حاد ولا لا؟ تصحيح حاد، صح ولا لا؟ إذا كان تصحيح حاد، إذن وش يقول لي هذا؟ مثل ما سوينا المثال في البداية، وش معناه هذا؟ دلالة على إيش؟ هل هذا دلالة على أن الموجة الرابعة راح ألقى فيها زجزاج؟ عرضية بالضبط، ولو وجد فيها زجزاج لا خوله، إذا 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 كانت في تبادل بين الموجات، احنا قلنا التبادل إذا كان الموجة واحد حادة تيجي الموجة أربعة عرضية، وإذا كان الموجة أربعة الموجة اثنين، نتكلم عن اثنين، إذا كان الموجة اثنين حادة، والحادة معناتها الزجزاج وعائلة الزجزاج، ولو ما عرفنا حتى وش عائلته ذي كيفها ما راح ناسبها، أنه نزل إلى 61.8 فايبو أو أكثر، من يوم أن نشوف الموجة 2 هذه ضربت 61 وأكثر هي موجة حادة، واضح؟ واضح بالنسبة للموجة 2. إذن مقدما نقول أن الموجة الرابعة ما راح تكون حادة، في يصير تبادل بين الموجات، الموجة الرابعة راح تكون عرضية، أي إلى مستوى كم؟ أي معناتها ما تصل إلى 61.8، تصل إلى 38.2 بالكثير، ها ممكن تروح ال 50 بذيل شمعة، لكن جسمها يغلق عند 38، هذه هي، هذه تكون موجة عرضية. طيب الآن هل هذه الثالثة ولا الثالثة تنتهي هنا فوق؟ يا ربي وش أسوي الحين، هذه ثالثة ولا ثالثة تنتهي فوق ولا كيف الآن؟ وش المهم عندي أنا؟ كيف أنا كان ممكن أربح مع البيتكوين؟ هذا خط على قمة هذه ولا لا، وهذا خط ثاني هنا، منطقتين قاعدين يقولون لي أدخل،
قاعين صاعدين عندي بالأسفل، أول إشارة اللي هي الشرارة، قاعدين قاعين صاعدين. ثاني شيء تجاوز البي موجة، أنا قلت لكم موجة البي من يوم تجاوزها هي الشرارة. هذه تبين لي إن الوضع أوكي. بدينا تلاقي أنها خمس، ثم رجع اثنين، ثم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قد تكون هذه الثالثة من الثالثة، هذه الرابعة وهذه الخامسة من الثالثة. وبكذا لما تتضح لك موجات داخلية داخل الثلاثة، أنت أوريدي تعرف أنه حصل امتداد عندك. طيب وش نسوي بعد المرحلة هذه؟ لما عرفنا تم الاختراق، القمة السابقة والقاعين صاعدين والقناة الهابطة هذه تم اختراقها، وش نسوي؟ برافو، القناة السعرية هذه، القناة مع السلامة، هذه القناة مع السلامة. أنا تشكل عندي الآن قاعدة تشكلت هذه ولا لا؟ متشكلت عندنا القاعدة. وش أسوي عند القاعدة هذه؟ قبل القياس من واحد لخمسة خولة بالضبط، تشكلت عندي هذه المثلث هذا، قاع واحد قمة واحد قاع اثنين، بسم الله. أجي على طول، حتى قبل وهو طالع من هنا مرتد، أول ما يتجاوز البي هذه، أول ما يتجاوز البي هنا، أروح ماخذ قناتي السعرية وأضربها عند المنطقة هذه إلى قمة واحد. الدخول الصريح وين راح يكون؟ صريح نتكلم، هو تجاوز قمة واحد. ولما تجاوز قمة واحد، هو تجاوز القمة هذه اللي هنا، وتجاوز القناة، القناة السعرية. يعني كان ممكن أدخل بالمضمون بإذن الله من المنطقة هذه، من يوم ما كان 21 آخر حقي إلى 75، لكم وصل هنا إلى 67 ولا 65. لاحظ كم ربحت أنت في موجة الزخم هذه، صح؟ ربح عالي وقوي. عند ترقيمنا للموجة هذه قلنا كقاعدة كارشاد إن ما نركز على بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نضع احتمالات. ليه؟ لأنه ممكن نحط واحد أو A، اثنين أو B، ثلاثة إلى هنا أقول ثلاثة أو سي، إلى نسبة 61.8 هي ثلاثة أو سي. طيب لو صار عندي هنا ثلاث موجات هابطة، هنا ثلاث موجات صاعدة، وقفت هنا وبدأ ينهار، هذا وش نوع الموجة تصير؟ لو صار هنا ثلاث موجات مثلا هابطة، وجات هذه الكبيرة وصعدت في ثلاث موجات، وأنا مفترض أنها خمسة لكن وقفت عند الثالثة وبدأ ينهار وينزل إلى الأسفل، هذه تعطيني انطباع أن الموجة هذه إيش ممكن تكون؟ برافو، تصحيحية فلات فلات، ثلاثة ثلاثة معناته أتوقع ممكن نزول في خمسة، وعندنا نمط آخر بعدين نأخذ مثلث، لكن حسب اللي خذناه حنا إلى الآن نقول متوقع إذن دام وقفت عند ثلاثة 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 ثلاثة، لا يا أخي، وبدأ نزول من هنا، وبدأ نزول من المنطقة هذه على طول. أنا والنزول كيف راح يكون؟ واحد اثنين ثلاثة، خلاص لا لا، تنتظر أكثر، رابعة خامسة، قد تكون هذه واحد توها بيرتد في اثنين، اطلع من يوم تشوف خمس، انتبه انتبه انتبه، لان راح تكون خمس موجات طويلة نازلة تحت هنا، ممكن تصل المناطق هذه، ممكن تكسرها وتصير اكسباندد ممتدة، صح ولا لا؟ وعندك قناة سعرية ايضا ترسمها وتعرف متى يتم كسر المنطقة هذه. طيب لنفترض، خلنا نشيل الاي والسي عشان
الشارت يتضح. الآن طلع في واحد نزل باثنين، تم اختراق المناطق هذه نشيلها، وهذا تم اختراقها وهذا تم اختراقها، عندنا قناة تم اختراقها، خلاص كويس. الآن وضحت المسألة بالنسبة لي أن القناة هذه تم اختراقها. خليني أعطي هذه لون ثاني اللي في الداخل. خليها أزرق، وهذه والكبرى والكبيرة هذه أسود. فهذه متوقع. طيب خلنا نشوف إيش بسوي الآن من يوم ما اخترق القناة السارية هذه، وش المفروض أسوي الآن؟ محمد الحارب يقول فايبو. لا ما تصعد القناة، أول شيء فايبو، أول شيء فايبو بعد القناة. أول شيء أنت ما حسبت كيف تصعد القناة وأنت ما عندك غير واحد واثنين، يرتكز على إيش؟ وين وين النقطة الثالثة؟ نحتاج ثلاث نقاط. لو تشكلت الثالثة ذيك ساعة تفر قناتك وتصير على واحد واثنين وقمة ثلاثة، لكن ما عندك إلا اثنين، واحد واثنين. كيف بأي جهة راح تفرها الآن؟ ما لا ترجعنا لشغلة الأنات الأول اللي فوق السطوح كل شوي بزراديا نفرها، ما يصير. صار الوضعية الآن جشوش ديجيتال العالم الآن. طيب إذا ما نقدر نفر القناة على كيفنا، على أساس أن عندي قمة واحد وقاعة اثنين، نحتاج ثلاث نقاط ترتكز عليها القناة. أول شيء راح نسوي هنا نحسب هدف الثالثة أو السي، اللي هو أول هدف راح نحسبه 161.8. فمن يوم ما تجاوز القناة هذه أنا على طول، أصلا من يوم ما بدأت حركتها من هنا، من يوم ما تجاوز الموجة بي هذه، أنا على طول من البداية أسحب هذا هنا قمة واحد قاعة اثنين وأنتظر أشوف 423.6. هذا اقصى يعني من نهايات الموجه الثالثه لما يصير عندها امتداد، ولاحظ انها وصلت الى المنطقه هذه هنا. لاحظ ان وين وصلت الى المنطقه هذه هنا، ولا زال مشكل لي قمتين جنب بعض، يعني تجاوزها بقليل ما يمنع. ايضا اللي ممكن تسويه انك تاخذ قياسات الموجه نفسها، هذه عطتني ثلاثة من ثلاثة مثلا هنا عند المنطقة هذه. هل ممكن تصير هذه هي كلها الموجة الثالثة هنا وهذه الرابعة؟ يجب أن تحسب حساباتك، وارد ليه لا، ممكن تكون هذه عند المنطقة هذه. لكن إذا قلنا إن هذه احتمال إن الموجة الثالثة راح أصعد الآن. الآن يا حبيبي نحرك ونثبت القناة على القمتين هذه، إذا كانت فعلا هي موجة ثالثة نثبتها على القمتين. أوهو، لأن أنا مشغل اللاج على اللاج، مشغل اللاج على الشهري، فصعب جدا يتنفذ الشيء هذا هنا. شفتوا كيف صعب؟ ماني قادر أنزل أكثر، هذه مشكلة اللاج. لما يفعل اللاج يعطل لك حركة هذا إلا بالشكل هذا، ولو حرك بيلعب يمين شمال. شفت كيف؟ عموما لو افترضت أن هذه مراضي يزبط معي، مراضي بعدين كيف أزبط هالعملية دي؟ أنا أقول لك كيف عسى بعد يزبط. خلنا نأخذ خط موازي لهذا ونسحب لتحت. يفتر صعب.
ما هو موازي. المهم تستطيع ابو ريان تستطيع ترسمها على السبوره اذا كان هذا ما عليه. لا لا خلاص اقرب صوره عندي هذه، يعني معناتها الان اذا افترضنا ان هذه ثالثه، طيب وانا عندي شك، لكن افترض ان النهايه ثالثه او الثالثه ممكن تكون انتهت هنا على نفس المستوى هذه مثلا، اذا اللي راح يجي بعدها وش هي؟ رابعه الى هذه المستويات. اللي باقي الآن نسويه إنك تأكد لي إن هذا الضلع الخامسة هذا فعلًا خمس موجات هنا، وإذا اتضح لك ثلاث موجات معناتها ممكن يكون عندك ثلاث موجات هنا، معناتها ممكن يكون النزول اللي جاي هنا راح يكون فلات، صح ولا لا؟ لو سكرت اللاج يضبط بس ينصفط الشارت يعني شفت تغير شكله، ما اقدر ارسم القناه بالشكل هذا، تصير القناه ما الى كذا بالشكل هذا ما ينفع. هذه مشكله اللاج، الا اذا طلعت على فريم اكبر، الا اذا طلعت على فريم اكبر. خلينا نشوف الويكلي، انا ما زرت الويكلي. طيب نشيل هذا كله، حتى الويكلي مو راضي. خلينا نشوف الأسبوعي. هذا أدنى قاع بالأسبوعي عند الشمعة هذه، وش يدل عليه مثلا؟ الضلع هذا اللي متحرك هنا الان، هذا الضلع هذا الضلع يدل على ايش تقريبا؟ الواضح الاغلب انها دافعه، لان لو كبرت شوي راح اشوف امامي الحركه هذه، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، صح ولا لا؟ نعم نقول دافعة تقريبا. ليه؟ لأن ما دخلنا على الفريمات الصغيرة، قد تكون هذه هنا أيضا، ولو دخلنا على الفريمات الصغيرة قد تكون هذه واحد اثنين ثلاثة، وهذه الحمرة الصغيرة أربعة ثم خمسة ثم A B C، هذه واضحة A B C، ثم هنا عندنا أيضا خمس موجات أخرى من هنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ممكن معناتها أنه ممكن يكون عندي ثلاثة نازلة ثلاثة صاعدة، وهذا خطير. معناته لو كان لو صدق السيناريو هذا معناته أنه ممكن ننزل بفلات كبيرة. لذلك الآن لما حللنا على الفريم الكبير وحط بين احتمالات أنه ممكن تكون كذا وممكن تكون كذا، ادخل الآن من الويكلي على الديلي، شوف تفاصيلها الداخلية، نظرة انت انظر بس نظرة كل باين، واحد اثنين مثلا هذه كلها ثلاثة وهذه أربعة وهذه خمسة، وإذا كان خمسة وين الخمسة انتهت؟ واحد اثنين وينها؟ هذه المفروض يكون فيها خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهذه خمسة هنا فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أوكي. إذا طبيعة النزول اللي صار هنا وش بالضبط؟ اللي كنت أنا شايفه من أول
بس كان في موجة عناد انه لا لا احنا رايحين فوق باذن الله وغيره. كنت اقول لا، تصحيح تصحيح فلات، برافو ايمان خوله تصحيح، نعم ما شاء الله. قلت لكم قلت لكم بنات ما شاء الله السيدات مراجعين، ودائما هم اللي ياخذون الاول، احنا ماش خلكم خلكم جالسين، هذا هم الاوائل وحنا لم ينجح منهم احد، هذه شغلتنا بس. وادرس ليلي يا حبيبي. يا ربي ايوه عارفين ما شاء الله. الله يوفق الجميع يا رب. طيب اذا احتمال ان يكون عندي هنا موجه فلات، قد تكون هنا فعلا الخامسه انتهت عند المنطقه هذه وهذه موجه فلات، لكن خامسه من ايش؟ هل هي الخامسة هذه انتهت من الموجة الثالثة وتبقى عندنا خمس الخامسة الفوق؟ هل الفلات هذه انتهت؟ ولو كان هذه موجة دافعة وثم عندي تصحيح هنا في الموجة هذه على أساس أن أكمل خمس موجات باتجاه الصاعد، أتوقع هدفها يكون كم إذا كانت هذه الأولى وهذه النزول هنا راح يكون الثانية؟ أنا ممكن أجي أسحب هذا إلى قمة واحد مو قمة الفلات وأحسب المستويات. A و B يعني ممكن تشوف تصحيح قاسي بفلات إلى هنا، ممكن وممكن يكون ينتهي عند عند كم؟ لا احنا في موجة موجة ثانية. هل الموجة الثانية طيب اذا كانت فلات ممكن تنتهي الى، لان موجة عرضية ولا لا؟ اذا كان فعلا فلات فهي موجة عرضية، معناتها ممكن تنتهي عن 38.2 صح؟ صح ولا لا؟ إذا احنا اتفقنا مع بعض على أن الموجة الفلات موجة عرضية مع أهدافها 38 والموجة العرضية في الموجة 2 هي 38.2 وإن زادت الخمسين ما يلا نغض النظر، لكن هذا إشارة مستقبلية أن لو راح فوق وجاي يجني في الموجة الرابعة وش المتوقع يكون في الموجة الرابعة هناك؟ هل بلقى مثلث؟ هل راح ألقى إذا كان الفلات، الفلات من أي نوع من التصحيح محمد؟ الفلات الفلات أي نوع من التصحيح؟ عرضي. لا الفلات عرضي شكله يبين أنه حاد، نزول حاد، لكن هو من نوع التصحيحات العرضية. التصحيحات الحادة هي زيجزاج وعائلة الزيجزاج، دبل زيجزاج تريبل زيجزاج، هذا عرضي. فإذا كان العرضي موجود في الموجة 2 ومبدأ التبادل، إذا نتوقع 4 تكون إيش؟ عكس، يعني 4 تكون حادة. إذا كان هذا عرضي نسميه، إذا هذيك تكون حادة، معناته نزول الرابع راح يكون إلى 61.8 مو 38 صح ولا لا؟ معناته لو صار الكلام هذا صحيح، لو صار الكلام هذا صحيح عندي الآن خلطة الفايبو، خلطة الفايبو تقول عطني هدف الخامسة. لو كان فعلا الثالثة انتهت هنا، عفوا امتداد الثالثة معناته راح تكون طول واحد ولا لا؟ هذا هو القاعدة، طول واحد. وايضا ممكن تكون الى 61.8 وممكن تكون اكثر ايضا، يعني بعد نزول الموجة. لا هذه طبعا الفلات انتبهوا، اذا كان اوكي اوكي دقيقه، اذا كان هذه الموجه هنا إذن اللي بعدها مفروض أن أحسب من هنا إلى هنا، ولو كان فعلا صحت وراح أنظر إلى
واحد 6.8 عشان أسجل الثالثة. ثم يجني في الرابعة في موجة حادة، ثم يصعد بالخامسة. لكن إذا كان هذه كلها واحد، فمعناته حصل الامتداد في واحد، وإذا حصل الامتداد في واحد الموجات 2 و4 أيضا يصير بينهم مثل التبادل، اللي يصير نسبتهم أقل. أي إذا صار 38 هنا هذه تصير 23.6. هذه بعدين نتكلم فيها. عموما هذا إذا 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 افترضنا إن الموجة هذه، لحظة شوي، 1 2 3 4 5، إذا افترضنا أن هذه 5 فلا لا 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 في النزول هنا قد يكون ترى في شكل مركب، بس ما بيتكلم عن موجات مركبة الآن. يمكن يكون عندك ABC هنا ثم ABC ثم ABC يضرب منطقة الموجة هذه. لكن إذا كان ثلاثي معناته راح نحسب هدف النزول بالفايبو. إذا كان فعلا هي موجة فلات كبيرة راح نحسب هدف الفايبو من هنا، 38 هي النسبة المرجحة. لاحظ بعدها وين مسافات، أيضا ممكن تكون اللي هو الرانينج فلات، أي تتوقف عن 33. عموما احنا نتكلم عن شارت تاريخي، طبعا هذا دخلنا على اليومي على الديلي. او ماي جاد، ثواني انتبه، خلني ارجع على الاسبوعي اساس نبعد عن التشويش هذا كله اللي حاصل. 1 2 3 هذا 4 5، يا والله اخبار لا تسر، في صعود فوق طبعا، لكن اخبار لا تصير اللي راح يصير بعدها مو حلو، اللي راح يصير بعدها مو حلو. عموما خلينا نأجل الكلام هذا، لكن خلينا في الموجة هذه الان، بس بعدين نتكلم عن الموضوع الثاني. ندخل على الديلي بس عشان نتفادى نبي نتفق مع بعض اولا، هل هذا اللي تشوفونه امامكم عباره عن 3 3 وفي تصحيح جاي به 5 ولا لا الكبيره؟ هل شايفين انتم هذه كلها ABC وامامنا تصحيح الى هنا، او تقولون والله لا احنا شايفين ان اللي صار هنا هو عباره عن ABC هذه وABC هذه وهذه كلها فلات كانت، وهذا صحيح، هذا صحيح. احنا قلنا عكس الثلاثة يجي ايش؟ يجي 5، عكس الثلاثة 5 اذا كان انتهى تصحيح هذه الموجة اللي هنا، وعن ادنى مستويات الموجة الرابعة من الضلع اللي قبلها، شوفها هنا. هذه حلاوة الاليوت، ان عند تعرف مقدما ان ادنى مستويات الموجه الرابعه من الضلع اللي قبل هذا راح يستهدفها في النزول. ممكن يكون عندي انا طالع هنا في موجه دافعه، هذه اللي كنا نقراها الان هنا انها موجه دافعه، واحنا نازلين في تصحيح منها. هل التصحيح هذا هو التصحيح الكبير للبيتكوين، ام هذا فقط موجة 1 2 3 4 5، وان النزول هنا راح يصير اعتقد انه ممكن يضرب المناطق هذه 43 غير الرابعة من الضلع اللي قبله، ثم يرتفع في ثالثة ثم رابعة ثم خامسة فوق الكلام. هل ممكن تكون هذه ثلاثية ونطلع باندينج دايجنال مثلا؟ هذه او انها فعلا طالعه بالشكل هذا ولا راح تكون اندنج دايجنال، مجرد انها ترتفع في الثالثه هنا.
بالشكل هذا، وتروح تنهي الخامسة هنا فوق، وذيك سويت تنهي الخامسة فوق وهو المرجح، وثم يكون هناك تصحيح عليه. الكلام هذه الأبعاد نقدر نقيسها الآن في النزول، على شرط أن نحسب النزول هذا بالضبط كم راح يكون وين راح يكون، نرسم قناتنا السعرية مهم جدا. الآن للإيضاح أحتاج دقيقة، بس دقيقة عفوا وكم معكم بوقف تسجيل. ما نبي الحين ندخل في تحليل البيتكوين على أساس أنه ما يكون توصية ولا غيره، ولكن كيف أتعامل مع الموجة اللي أمامي؟ ما نعرف هل اكتمل تصحيح عندها ما اكتمل، أدخل ما أدخل، وش أسوي بالضبط عند المنطقة هذه حسب اللي أخذناه في بداية اليوم. كيف أتعامل مع الموجة هذه الآن؟ أولا من الواضح أنه أعطاني هنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ومشكك أنا الآن هل هذه هي موجة فلات، هل هي موجة أخرى ثانية غير شكلها ثاني ولا غير. طيب شو ممكن أسوي مع العلم أن أنا بالمؤشرات اللي تحت أقدر أكتشف أنا على الشهري أي في أي موجة بالضبط؟ هذا بعدين راح نأخذ الآن أهم شيء وش أسوي عند المنطقة هذه. بكل بساطة بكل بساطة راح أضرب قناتي السعرية ولا لا؟ يا أني حطها ترتكز على قمة واحد قمة واحد قاع اثنين وأربعة قمة واحد قاع اثنين وأربعة قمة واحد متجاهلا ثلاثة أساس تعطيني هدف الخامسة واللي هو فعلا انضرب هنا الآن، أو أني بالله بكون أكثر حيطة واحتياط أحطها على قمة ثلاثة وأيضا جاب ليها بالضبط. إذن الموج الآن صار وتجاهلنا قمة واحد ثلاثة وخمسة أربعة واثنين، إذن الآن حصرنا السهم أو البيتكوين في الموجة هذه في القناة السعرية هذه، صح ولا لا؟ طيب وش اللي ممكن اسويه؟ بكبر شوي بغض النظر انا ملخبط ماني عارف والله هي فلات هي شو اسوي. قلنا احنا اذا كان فلات بتاخذها الى قمه الموجه واحد نازل لتحت، بيقول لك انك تقريبا سجلت. اللي شاف الدرس السابق راح يعرف اللي انا رسمته بالطريقه دي، بشوف انه تقريبا سجل القاع هذا. اي معناه ايش بالضبط؟ انه ممكن يكون عنده ارتداد في المنطقه هذه. اوكي ممكن يكون عنده ارتداد وممكن الارتداد. طيب والان خلينا مع هذه واقول والله انا ما ابي هذه، انا ابي اراقب، انا مضارب ابي ايضا اراقب حركته في المنطقه هذه الموجه هذه، أبي يخترقها. وإذا بين أنه اخترقها ورجع جنى أرباح، بالشكل هذا ورجع جنى أرباح وعمل ريتست، الآن شو اللي انتظره؟ وش قلنا القاعدة؟ قمة هذه، هذه القمة اللي المفروض أنا عيني عليها وراقبها، صح ولا لا؟ يس. لأن كون لي قاعين صاعدين هنا، إذا فعلا ارتد من هنا معناته كون لي قاعين صاعدين من المنطقة هذه. إذا فعلا ارتد من هنا بالشكل هذا معناته كون لي قاعين صاعدين ومحترم القناة هذه، وكل اللي انتظره يعطيني إشارة تأكيدية من يخترق القمم هذه اللي هنا. حينها عند اختراقه يا A B C يا 1 2 3 4 5، صح ولا لا؟
إذا يهمني أنا والله فلات مو فلات ولا غيره، أنا مضارب، القناة السعودية تقول لي الشيء هذا، والقاعدة تقول لي والله لتحول ترند من هابط إلى صاعد إن سجل لقيعان صاعدة يخترق القمة السابقة من الضيع الهابط ذا، أقدر أعرف ذيك الساعة أنا بديت أدخل بالموجة اللي بعدها صعودا وضارب معها. حينها هذا راح يتغير، راح يرتكز على هذا وعلى القمة اللي هنا وعلى القاع اللي شكل لي عند المنطقة هذه. صح ولا لا؟ بانتظار ايش بالضبط؟ بانتظار الحركة هذه اللي هي يخترق للقناة هذه، ومتأكد راح يرجع يختبرها ثانية حين راح يواصل صعود. اختراقه هذا للقناة هنا أنا خلاص تحرر من الترند الهابط هذا اللي هنا، تحرر منه، دخولك هنا يكون صحيح 100% بغض النظر عن وش نوع الموجة وش اللي صاير فيها ولا غيره. أنت تعرف كيف تضارب الأمع، أنت اللي تعرفه إن 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 اللي قبلها هذا اللي صار تصحيح ولا لا، جني أرباح أو تصحيح، هذا اللي صار هنا والله مشى بشكل عرضي ماني فاهمه وبعدين نزل إلى تحت تصحيح، أوكي خلاص أنا بنتظر المنطقة هذه لما أخلص منها. والله بتكون بعد مرة تقول والله بنتظر بعد أكثر بأخذ احتياطي أو بضارب معه إلى المنطقة هذه وأكون حذر، والله ضرب هنا راح هنا اخترق راح أضارب معه إلى هنا، أي عودة لهنا بيحتل المنطقة هذه إذا اخترقها خلاص أنا عارف أنه رايح في الموجة اللي بعدها خمس موجات بيرجع، مجرد الاختراق هذا معناته أنه بعدين ممكن أنه يجني في موجة ثانية A B C ثم يرتد بعدها إلى الهدف اللي بعده. بهذه الطريقة أنت تتعامل معه. أنا ماني طالب منك تقول لي والله شنوع الموجة هذه، أبيك تعرف أنك بالنظر أنك أنت في موجة تصحيحية، كيف تفتك منها، كيف تخلص من الموجة التصحيحية هذه، حاصرها، حاصر الموجة هذه بقناة وحدد مسارها وانتظر اللحظة اللي يتم تغير المسار. تغير المسار قلنا قاعدة واضحة، نزول قمة قاع صاعد يخترق القمة هذه اللي هنا على يساره اخترقها، خلاص السلام عليكم أنا أدخل معه هنا أضارب معه إلى القمة هذه، والله شفت أنه في ريبة في مشاكل هنا وتجاوزها أو ممتاز بيرجع يختبرها ثانية، لازم يرجع اختبرها ثانية ثم يتجه في الموجة مثلا اللي بعدها. أصلا من المنطقة هذه اللي هنا تحت أنا already قلنا دائما فعل القناة ومستويات فايبو، دائما فعل القناة ومستويات فايبو 61.8 هي قريب من القمة السابقة، تجاوزها معناتها في امتداد عندك مسموح، تجاوزها أيضا الامتداد صار أكبر وأكبر عن 261.8، تجاوزها قد يصل إلى 361، تجاوزها قد تصل إلى الموجة الثالثة عند 423.6 طالما أنه معطاك إشارات النزول. إشارات النزول صريحة وإشارات الصعود صريحة، وقلناها بشكل في الدرس الأول الكلاسيكي إذا تذكرونه، تحليل الكلاسيكي، هذه مؤشراتك على الديلي، شوفها وين مكانها، مستوى 50 على RSI مهم طبعا راح نتكلم عنه بعدين في الدرس الأخير، راح يكون خاص للمضاربة والشغلات هذه كلها. أي سهم أنت فيه لازم يتجاوز على الأقل مستوى 50 RSI، لازم يتجاوز مستوى 50 اللي هو موفينج افريج، متوسط سعري 50، متوسط السعري 50 هو اللي يعطيك ترند صاعد او هابط. هنا اعلان بانك دخلت في ترند صاعد، هنا اعلان بانك دخلت في ترند هابط لما كسر متوسط ال 50. متوسط ال 50 خطير حتى على الفريمات اللحظيه اللي ضاربون على اللحظي، راح تشوف وش يصير بالضبط للسهم عند كسرة أو اختراق متوسط 50. تفضل خذ صورة.
انهيار، ينهار اذا يعني داخل بتشتري عقد نزول كسر ال 50، شوف ايش سوى فيه اختراق ال 50، شوف ايش سوى فيه، شوف حتى المنطقه بس اختراق هالبسيط هذا، شوف ضربه فوق كذا نسبه ورجع تحت ثاني. طبعا وش الموجات اللي تفاداها؟ بكل بساطه الموجات اللي تفاداها هي الموجات اللي قاعده تمشي بشكل عرضي، هذا ما بيها انا، ما بيها انا، بيعطيني قيعان صاعده، ما بي للمستوى العرضي هذا اطلع عنه، هذا مناطق تجميع او تصريف، ما بيها انا، انا بالحده اللي تصير بالصعود او النزول. اما المستويات العرضيه هذه ما تهمني، ما بيها، مضيعه وقت. طرق كثيرة، بس تفضل ان المستوى الخمسين RSI وش يقول لك بالضبط، انت راح يرتد ما يرتد. طب وش قلنا ايضا غير الخمسين؟ قلنا ايضا السهم يعطيني قيعان هابطة، مؤشر RSI يمشي عكسه يعطيني قيعان صاعدة، هذا اشارة تجميع وارتداد ولا لا؟ وقلنا ايضا السهم يشكل لي قمم صاعدة، الى المنطقه هذه ونمشي مع الار اس اي يشكل لي قمم صاعده هنا، وسوى بدا يشكل لي قمم هابطه عكس اللي قاعد يصير هنا، وهذا اللي يسمى الدايفرجنس. اختلف الاتجاه اطلع اوت، قفل الصفقه بسرعه. اختلف الاتجاه في القاع ادخل، هذه اول اشارات، مو بتدخل، اول اشارات تنتظر ذيك الساعه نفس اللي قلت لك اياه، قاع يكون لي قاع صاعد، مدام اعطاني مثلا صعود يكون لي قاع صاعد، اختراق القمه هذه، روح روح معه توكل على الله. ف وش اسوي عند الموجات هذه اذا انا بقعد احللها كذا على الفريمات اللحظيه، ماني عارف اخاف ضيعني، ماني فاهم وش نوع الموجه هذه؟ ما بيك تفهم الموجه هذه اذا ما انت فاهمها، لا تفهمها، ارسم هذا فقط لا غير، لانها موجه تصحيحيه، اكتفي يا اخي انك ترسم قناه عليها. تقدر تقول والله السهم في موجه تصحيحيه الان، طيب ومتى ندخل بالسهم؟ انتظر، لا زال يصحح، متى؟ لما نخترق هذه يرجع يختبرها، يروح يخترق المتوسط 50، ديك ساعه خلاص انتهينا، سجل قيعان صاعدة مثل ما حصل معي هنا، سجل قيعان صاعدة، هذا اختراق القمة اللي قبلها، اختراق القمة هذه، توكل على الله روح مخترق الخمسين. الموجات التصحيحية ما أطلب منك تعرف لي، خلاص قفل عليها بقناة وقول هذه موجة تصحيحية. والله اللي بعدها وش هي هذه؟ هل هي راح تكون فلات ثلاثة هنا وهذه ثلاثة؟ بس مين واضحت لي ثلاثة؟ ادخل على الفريم الأصغر منها وشفها، هل هي فعلا ثلاثة أو خمس؟ هذه لا والله اتضح لي الآن إنها ثلاثة مين بخمسة، هذه هذه، إذن هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، إذن أتوقع يا أنها مثلث ولا بتنزل لي بفلات، وهذا اللي صار. واضح؟ نعم نعم، بالنظر تقدر تتميز، بالنظر تقدر تتميز. اقفل على الموجة الهابطة دي بقناة، انتهيت، انت خلاص راح تعرف تتعامل معها الآن. بس احفظها وارسلها من عيوني الآن، ها راح انهي التسجيل الآن واترك المجال للأسئلة. في أشياء كثيرة راح نشوفها بعدين في الدرس الأخير لما ندخل فيه المضاربة وفن المضاربة وبراس أكشن والشغلات هذه. يا آر بي، يا آر بي، ما أدري تقول لي آر بي من شوي، ها؟ طيب إذن إلى هنا ضحك شيخ محمد، إلى هنا أنهي التسجيل أوقفه ونفتح المجال للنقاش، أسئلة ترسمون أنتوا، خذوا راحتكم.